مصر من قلب أمريكا تتحدث عن تهديد وجودي واستخدام الحل العسكري، وننشر لحضراتكم التفاصيل وعاجل جلسة مجلس الأمن اليوم بخصوص سد النهضة، ننشر لحضراتكم آخر المستجدات وعاجل مصر ترسل 4 طائرات عسكرية إلى السودان بأمر من الرئيس السيسي، ومفاجأة أنور السادات يكشف تطور الحالة الصحية لجيهان السادات، وهام نكشف تفاصيل الحالة الصحية للزعيم عادل إمام. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار. اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار، واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل 2000 لايك على هذا الفيديو. قبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر وانتوا قدها وطنيين. نبدأ بتفاصيل أول خبر معانا. ومصر من قلب أمريكا تتحدث عن تهديد وجودي يهدد حياة المصريين والشعب المصري. وزير الخارجية المصري سامح شكري صرح إن مصر ستحث مجلس الأمن الدولي على مطالبة جميع الأطراف المعنية بالتوصل لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة خلال 6 أشهر. وقال شكري خلال حوار خاص أجرته أسوشيتد بريس في نيويورك على حضور جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة التي ستعقد اليوم، إن 10 سنوات من المفاوضات حول سد النهضة فشلت في التوصل لأي اتفاق مع إثيوبيا. أضاف شكري أن مصر والسودان دعتا لعقد جلسة مجلس الأمن الدولي في ضوء وجود التهديد الوجودي بالنسبة لشعبي البلدين من سد النهضة الإثيوبي. أشار إلى أن قرار إثيوبيا لبدء الملء الثاني لخزان سد النهضة ينتهك اتفاقية عام 2015، وكانت تونس التي تمثل الدولة العربية في مجلس الأمن وزعت سابقا مشروع قرار يطالب مصر والسودان وإثيوبيا باستئناف المفاوضات بدعوى من رئيس الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة. من المتوقع أن يضع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريتش اللمسات الأخيرة على اتفاق ملزم لملء وتشغيل السد بحلول يناير القادم. ويقال أن الصفقة يجب أن تضمن قدرة إثيوبيا على توليد الطاقة الكهرومائية ومنع إلحاق ضرر كبير بالأمن المائي للدول المجاورة. وبالإضافة إلى ذلك، يحث مشروع القرار إثيوبيا على الامتناع من الاستمرار في ملء خزان السد من جانب واحد، ودعوت مصر والسودان وإثيوبيا إلى الامتناع عن الإدلاء بأي تصريحات أو اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يعرض عملية التفاوض للخطر. وتابع شكري: نحن بالتأكيد نؤيده ونعتقد أنه قرار متوازن. المصدر معنا كان من AFP. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. طبعا جلسة مجلس الأمن ستعقد اليوم، إن شاء الله هنشر لحضراتكم آخر التفاصيل عن هذا الاجتماع. لو حضرتك جيت لجزء ده من الفيديو، أحب أفكر حضرتك ما تنساش اللايك للفيديو والاشتراك في القناة، ويلا نخش في تفاصيل الأخبار. تعالوا نعرف آخر مستجدات ما يحدث في مجلس الأمن اليوم. ويعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة للنظر في التطورات المتعلقة بقرار الأحادي لإثيوبيا بالشروع في المرحلة الثانية من ملء سد النهضة من دون اتفاق مع القاهرة والخرطوم. ويناقش المجلس مشروع قرار قدمته تونس يطالب بالتوصل لحل متوافق عليه من خلال التفاوض بين الدول الثلاثة برعاية الاتحاد الإفريقي. وخلال الجلسة التي يتوقع أن يشارك فيها وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيرته السودانية مريم الصادق المهدي ومسؤولون آخرون من البلدين، من المقرر أن يقدم أحد المسؤولين الأمميين الكبار من دائرة الشؤون السياسية وبناء السلام إحاطة حول هذا الملف، بالإضافة إلى إحاطة أخرى من المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إنجر أندرسون. المصدر معنا كان من الشرق الأوسط، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر آخر وهام، نكشف تفاصيل الحالة الصحية للزعيم عادل إمام. كشف المخرج المصري رامي إمام نجل الفنان القدير عادل إمام لوسائل إعلام محلية مصرية تفاصيل الحالة الصحية للزعيم، وقال: الحمد لله هو بخير، ودائما الناس بتسألني عن صحته، وأنا بطمن كل الجمهور وهو حاليا في أجازة. وأضاف: أنا مش عارف ليه الناس مش مركزة غير مع الحالة الصحية للزعيم عادل إمام بس، ليه الناس متخيلة طول الوقت إن الزعيم تعبان وحالته الصحية مش كويسة،
أنا بيسألوني عن حالته كتير قوي وكأن ما فيش غير بس صحته، وتابع الزعيم صحته زي الفل والحمد لله كويس ومش تعبان وما فيش فيه أي حاجة وحشة نهائي، وهو بيطمنكم ما تقلقوش عليه. جاءت تصريحات رامي إمام أثناء حضوره العرض الخاص لفيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين في مجمع سينما جالاكسي في منطقة المعادي بالقاهرة. المصدر معانا كان من ار تي. طبعا في يعني اشاعات كتير ان عادل امام حالته الصحيه مش كويسه، لكن ابنه رامي امام بيأكد ان حاله الفنان الكبير عادل امام بخير وكويس وزي الفل. ننتقل مع بعض الخبر اخر، وانور السادات يكشف تطور الحاله الصحيه لجيهان السادات. كشف محمد انور السادات ابن شقيق الرئيس المصري انور السادات عن اخر تطورات الحاله الصحيه لجيهان السادات قرينة الرئيس الراحل، قائلا إنها أصيبت بالوباء منذ أكثر من عام ونصف. وأضاف محمد أنور السادات خلال مداخلة هاتفية مع برنامج يحدث في مصر المذاع على فضائية ام بي سي مصر أن جيهان السادات قد أصيبت بمرض وكانت تتعالج منه خارج مصر لمدة عام ونصف حتى أصبحت حالتها ووضعها الصحي مستقر. وتابع أنها عادت بعدما جاءت إلى مصر وأكملت العلاج في أحد المراكز الطبية المتخصصة على مدار عام ونصف، ولكن في خلال الأسبوعين الماضيين تدهورت حالتها الصحية. وأشار إلى أن حالتها حرجة وغير مستقرة الآن، والزيارات قد تكاد ممنوعة. وأكد ابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات أن ما تعالج منه جيهان السادات هو مرض ما صعب وليس الوباء. هذا المرض صعب إذا أصيب إنسان في مرحلة متقدمة من العمر. المصدر معانا كان من صحيفة الوفد المصرية، وأترك لحضراتكم التعليق. إن شاء الله يعني حالة جيهان السادات مستقرة وبخير. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وعاجل مصر ترسل 4 طائرات عسكرية إلى السودان بأمر من الرئيس السيسي. قوات المسلحة المصرية أعلنت إرسال 4 طائرات عسكرية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأقلعت 4 طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار الخرطوم الدولي بجمهورية السودان محملة بكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية مقدمة من وزارة الصحة والسكان المصرية إلى جمهورية السودان الشقيقة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين السودانيين. من جانبه أعرب الجانب السوداني عن عميق الشكر والامتنان بالجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعبا للوقوف بجانبها في أوقات المحن والشدائد، مؤكدا على أهمية تلك المساعدات في مساندة قطاع الصحة السوداني. مصدر معانا كان من RT. تحية طيبة ليعني أشقائنا في السودان، لأن يعني السودانيين دول يعني الحبة السمراء الجميلة بالنسبة لمصر. ربنا يحفظهم بإذن الله ويحفظ الشعبين بإذن الله ويبعد عنهم أي أذى، وإحنا الاتنين كشعبين يعني على قلب رجل واحد في قضية سد النهضة، وهذا ما نراه الآن. ننتقل مع بعض الخبر آخر معانا، وضربة كبرى من الداخلية المصرية ضد رجل أعمال كبير. الأجهزة الأمنية المصرية ألقت القبض على رجل أعمال كان يشغل منصب عضو مجلس إدارة سابق أحد الأندية الرياضية الشهيرة تنفيذا لصدور عدة أحكام قضائية ضده. جاء ذلك بعد أن تم الاشتباه في أحد الأشخاص، وخلال عملية الفحص تبين أنه هارب من 124 حكم تبديد. هذا واقتادته القوى الأمنية إلى قسم شرطة التجمع الخامس، وأخطرت النيابة العامة لاستكمال إجراءاتها قانونية معه، ولم يتم نشر اسم الشخص المقبوض عليه. المصدر معانا كان من الوطن، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. بعد غياب طويل شيريهان تعود في عيد الأضحى بمسرحية كوكو شانيل. بعد غياب دام 20 عاما عن بلوتوهات السينما والمسرح، تعود الفنانة شيريهان إلى الأضواء مرة أخرى عبر مسرحية كوكو شانيل. وتعد هذه الدراما أول عمل فني لشيريهان بعد انقطاعها، وتقدم شيريهان خلال المسرحية شخصية كوكو شانيل صاحبة الاسم الأشهر في عالم الأزياء، والتي رغم شهرتها الكبيرة كانت بدايتها متواضعة، فهي ولدت في منزل فقير، وبعد وفاة والدتها تم إرسالها إلى دار الأيتام. ويبدو أن شيريهان بالفعل كانت مترددة في العودة وتؤجل هذه الخطوة
قدر المستطاع خوفا من رد فعل الجمهور، إلى أن قدمت إعلانا لإحدى شركات الاتصالات في رمضان الماضي الذي كان استقباله مفاجئا لشريهان نفسها، كما أكدت هي على صفحتها الخاصة في موقع فيسبوك. فقد تصدر كل مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث بعد عرض الإعلان بدقائق. وعبر جمهور شريهان عن الفرحة لعودتها والتعطش لفنها، خاصة أنها استعرضت في الإعلام مراحل حياتها واضطرارها للبعد عن الفن سنوات طويلة، وطالبها الجمهور بالعودة من خلال عمل فني قوي. ورد فعل الجمهور شجع شريهان على تفعيل المشروع الفني الذي كانت قد اتفقت على تقديمه منذ سنوات مع شركة العدل جروب، وبالفعل قامت بتصوير مسرحية كوكو شانيل، وستعرض المسرحية على منصة شاهد في عيد الأضحى المقابل يوم 20 الشهر الحالي بعد غياب دام لأكثر من 30 سنة بعد عرض آخر أعمالها على خشبة المسرح، وهي مسرحية شارع محمد علي مع فريد شوقي وهشام سليم. ومسرحية كوكو شانيل من تأليف مدحت العدل وإخراج هادي الباجوري، وتجسد شريهان في هذه المسرحية شخصية كوكو شانيل صاحبة إحدى العلامات التجارية الأكثر تميزا في عالم الموضة والأزياء اليوم، وحياتها ثرية ومغرية لتقديم عمل درامي استعراضي، وهو ما جذب شريهان لتقديم المسرحية والعودة من خلالها. المصدر معنا كان من وسائل إعلام مصرية، وأترك لحضركم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل بالنسبة للبعض، لأنه خبر مفاجئ، عودة شريهان للفن بعد غياب 20 سنة. جينا لنهاية نشرة الأخبار البسيطة، يعني أتمنى أكون خفيف على حضراتكم. إن شاء الله بنقل لكم كل الأخبار المهمة في الوقت الحالي، أهم الأخبار للناس اللي بتتابعني، يعني بحاول إن أنا أوفر عليك وقت إنك تقعد تدور على الأخبار المهمة في الوقت الحالي. إن شاء الله أكون عند حسن ظن حضراتكم، وأي تعليق اكتبوه لنا في التعليقات تحت وإن شاء الله هرد عليه. بحبكم جدا وبحب تعليقاتكم. كان معكم إسلام الأمير، وتحية طيبة لأبانوب خلفاوي المسؤول عن المونتاج لأنه بيتعب معانا جدا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.